في نص ساعة تاخذ تمويل شخصي من مصرف الراجح. اعرف المطلوبة. وفي هذا الإطار يوفر مصرف الراجح السعودي تمويل شخص للسعوديين والمقيمين بالمملكة متوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويقول المصرف السعودي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إنه في خلال 30 دقيقة فقط سيحصل العميل على التمويل الشخصي في ضوء إجراءات ميسرة وسهلة يقدمها البنك لتيسير حصول عملائه على التمويل. شروط الحصول على تمويل شخص من مصرف الراجح: ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاما بالنسبة للموظفين و 70 عاما للمتقاعدين عند سداد آخر قسط. أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمة لدى المصرف. ألا يقل دخل العميل السعودي الموظف عن 2000 ريال والمتقاعد عن 1900 ريال. ألا يقل دخل المقيم بالمملكة عن 5000 ريال سعودي. الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض من مصرف الراجح: تقديم بطاقة الهوية الوطنية بالنسبة للسعودي أو الإقامة للعميل المقيم، تقديم تعريف الراتب، تثبيت الراتب، نموذج طلب التمويل.